السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، فاكرين زمان لما ممكن من سنة سنة ونص أو على مدار السنة ونص أو السنتين اللي فاتوا أنا بعت حمام؟ هي مشكلة احنا بنفضفض مع بعض فيها، وبرضو افهم للناس الحقيقة اللي قد يكون اختلط بهم الامر وافتكروا ان انا تاجر حمام او ان انا سمسار حمام. لكن الفيديو ده هقول لك الحقيقة، حقيقة الموضوع. الموضوع جاء ازاي؟ ان انا ليا صديق، او يا رب يعني اتمنى ان هو يكون صديق، هو كلمني ونصحني بالنصيحة دي. قال لي ان هو يعني، او هو ما قالهاش بالظبط كده، انا عرفت ان هو افتكر ان انا تاجر حمام او ان انا سمسار حمام. قال لي ارجو ان انت توضح للناس الحكاية دي. هو لما عرف ان انا بشتغل في مجال الموبيليا وان الحمام بالنسبة لي هواية، وعرف ان انا سألني ان يعني دردشنا مع بعض دردشة كده، كان فاكر ان انا لما كنت ببيع الحمام لحد زي الأستاذ أحمد بركات، بعنا له الحمام، وهتشوف لقطة من الفيديو اللي احنا بعنا معاه الحمام. الفيديو ده الأستاذ أحمد بركات عملنا معاه كذا لقاءات برضو كانت بتفيد الناس. شايف الحمام اللحم اللي حضرتك جايبه من الكويت وانت جاي، اللي هو بختم الشركة الفرنسية. كل واحد طبعا له قريب هناك واللي مسافر برا، وكل واحد قال انا اجيب ايه، ممكن اجيب حمامتين وانا جاي. فكل واحد عايز يعرف الطريقة ازاي اللي حضرتك جبت بها الحمام ودخلت بها الحمام مصر، وايه تحكي لنا كل حاجة بالتفصيل، معلش يعني علشان ايه نجاوب على كل الاسئلة بتاعت ازاي الناس تقدر تجيب الحمام اللحم وتدخله مصر من الشركة الفرنسية نفسها. وصورنا بعنا الحمام للأستاذ هاني الغالي برضو، وكان جايب حمام من الكويت برضو عرضناه له، وبعنا للأستاذ أحمد الباز، وبعنا حمام مزرعة حمام الدكتور اللي هي كانت في كفر المنازلة. كل اللي دي هسيب لك منها دلوقتي لقطات. ما شاء الله مزرعة لحم 85 قص لحم شغال. بعد ما بعنا حمام الأستاذ أحمد وبعنا المزرعة حمام تانية، بسم الله ما شاء الله قدامنا كنز يا جماعة، 85 قص غير الشباب، هوري لك دلوقتي ارتفاع ده كده كم متر كده؟ 17 متر. لما اسم حضرتك؟ اهلا وسهلا بكم، معكم اخوكم احمد محمد الباز، اخوكم احمد محمد الباز، صديق شخصي للاستاذ احمد بركات، ومعظم الحمام ده من عنده، معظم الحمام ده من عند الاستاذ احمد بركات. الهدف كان المقصود من بيع الحمام ان في ناس كتير قوي كانت بتسالني على حمام لحم وانا ما عنديش حمام لحم. فالناس دي كانت تواصلت، هي اللي تواصلت معايا وقالوا ان احنا عندنا حمام لحم وعايزين نبيعه. فانا قلت ليه لا، طالما ان الناس دي ان الناس عايزه تشتري والناس دول مش عارفين بعض، فليه لا ان انا ما صورلوش فيديو عند الاستاذ احمد او عند الاستاذ هاني الغالي او عند اي حد عنده حمام لحم، ان انا اعرفهم ببعض عن طريق، وكل واحد عن طريق الفيديو، وكل واحد بحط رقم موبايله في الفيديو هو يتواصل معاه، ويشهد الله ان انا ما مسكتش فلوس من حد ان انا اشتري له حمام او ان انا بعت لهم حمام بنفسي، الا اذا حد طلب مني قال لي تعالى معايا اختار لي قص او قصين، فانا بروح معاه، وبعضهم ان انا وصيت عليه ان هو مثلا يا استاذ احمد اختار له قصين محترمين كويسين. ده كل اللي انا بعمله. ما فيش مانع ان انا لو عجبني حمام زي اي هاوي، انا غاوي حمام زي اي غاوي، وليا شغلتي اللي بصرف منها على الحمام. الحمام انا مش عامله مشروع يا جماعه، زي اسم القناه ما بيقول، الحمام انا عامله كهوايه. كان ممكن من فتره من الفترات كان يكون مشروع، لكن الحمام دلوقتي زي ما حضراتكم عارفين الحمام ممكن يكون ما بيصرفش على نفسه، فانا عامله كهوايه وانا غاوي زي اي حد غاوي. ازاي بقى؟ يعني عجبنا انا قصين عند الاستاذ احمد بركات، بيعي لي القصين دول يا استاذ احمد بركات، بشطر على الاستاذ احمد بركات، ممكن يكرمني فيهم شويه او اي حد تاني، او انا ببيع عند استاذ تاني اقول له بيعي لي القصين دول، هو يبيع لي القصين دول وبدفع ثمنهم، تمام؟ زي اي حد تاني، مش فيش مانع. بس مش ان انا اشتري منه المزرعه اللي عنده ابيعها، لا انا ما بعملش الحكايه دي. لو هو عنده مزرعه انا ابيعها له عن طريق فيديو،
هو اللي يبيعها بنفسه. انا صور له الفيديو وهو اللي يبيع حمامه بنفسه. انا مش سمسار ولا تاجر. انا ليا شغلتي. انا ممكن تقول عليا تاجر موبيليا، نجار موبيليا، انا اخدها من الصفر في مجال الموبيليا يعني، تمام. لكن مش شغلتي الحمام. لكن الحمام هواية زي اي حد في مصر. الحمام كان ممكن يكون شغلة ومهنة لو انت عملته مثلا مزارع اللي هي فيها الاف الحمام، لكن يعني انتوا عارفين اسعار الكلفة ان هي ما تشجعش يعني. فانا كنت بفكر حتى ان انا اقفل السطح من بره كده واعمله يعني على السطح كله، لكن انا اكتفيت بالاوضه دي بسبب غلو الكلفه. نشوف كده الاوضه. انا اكتفيت بالاوضه، الغرفه الصغيره دي فيها كام سلاكه كده، في مكان تاني بس بشبب فيه الزغاليل، ولما يبقوا شباب اجيبهم اسكنهم هنا في السلاكات زي ما حضراتكم عارفين. والحمد لله ربنا كرمني وتعرفت في الحمام اللحم يعني يمكن اكتر من ناس كتير بدأ قبل من زمان، ويمكن صفهم الحمام، لان انا اللي بعمله بفضل الله يعني بفضل من عند ربنا ان انا بختار. يعني ايه بختار؟ هقول لك انا بختار ازاي. يعني مثلا انا مربي الاصوص دي كلها وفرخت عندي زغاليل، انا باجي عايش زغاليل زي ده ما ربهوش، هو طبعا ما فيش فيها عيب اكتر من ان هو الريش بتاعه خفيف شوية، لكن انا خاف ان يطلع الموضوع ده وراس عنده. هو بنعالجه باملاح معدنية طبعا وبنات جروفيت بلس وحاجات زي كده. هو الريش بتاعه كاسة كتير، ده اللي ما كانش فيه ريش خالص يا جماعة في البداية، اللي الاهالي بتاعته كانت بتاكل الريش عشان كان عندهم نقص املاح معدنية. لكن طبعا تشوف الوضع اختلف تماما، يعني بقى ايه 60-70% تحسن بنسبة 60-70%. طيب ايه كمان برضو بنستبعده؟ جزء زغاليل زي ده انا مش عاجبني مستواهم، ضعاف كده ومش بالحجم اللي هو ريش الزغلول، ريش الجناح بتاع الزغلول اللي جوه ده مش هو، فده برضو هينزل على الدبيح. احنا بنحب ناكل حمام يعني، تمام كده. طيب هنا زغلولين زي دول، لا دول تربية درجة اولى خلاص، اهو ده زغلول واخوه برضو فوق هنا ما تعرفوش من الاهالي، هم واقفين مع بعض كده التلاتة مش هتعرفهم من بعض، تمام. اهو الزغلول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ده للتربية درجة اولى. فهي ده اللي بنعمله مع الحمام، سلالة الانتخاب، ومش كده وبس، ولما يكبر ان شاء الله برضو ويدخل مرحلة الشباب برضو بنختار، مش اي حاجة بنربيها يعني، مش اي حاجة بنربيها ولا اي حاجة نبيعها. طب ايه رأيك؟ رأيك في النتاية دي؟ دي نتاية لحم بسم الله ما شاء الله الحجم اللي هو يعني. بس شوف هنا بقى في عيب، فيها عيب اللي فيها ايه؟ في زفارة ريش في الرجلين، ده من نتيجة تزاوج القرايب يا جماعة، ده مش هنبيعه، ده برضو بنستبعده. انا اسيب دي نتاية المحترمة دي للذكر اللي هو الرومي، اكل من ولادهم زغليل حجم محترم تطلع لي زغليل كويسه، مش مهم اسمها بقى رومي، تسميها لاحم، تسميها رومي، تسميها بلد، تسميها زي ما تسميها، المهم تجيب لي زغلول كبير، زغلول محترم، ده المطلوب. ارجو ان انا اكون وضحت حكايه ان انا مش سمسار، مش تاجر حمام، عشان محدش يعني يفتكر الحكايه دي. لذلك انت لما بتطلب مني حمام، الدليل على كده يعني ان انا مش سمسار ولا تاجر حمام، ان حضرتك لما بتطلب مني جوز حمام او كده او جوزين ثلاثه ما بتلاقيش عندي، ما انا لو تاجر حمام كنت هجيب من السوق وابيع، صح كده ولا ايه؟ فانت لو بتطلب مني وانا تاجر كنت هتلاقي عندي الحمام في اي وقت، لكن انا ما عنديش معظم الوقت. انا بقالي حوالي 6 شهور اول مره اخرج حمام فيها النهارده، بقالي حوالي 6 شهور او 5 شهور على الاقل ما خرجتش فرد حمام. يبقى ايه؟ كنت بجهز من اللي عندي، فانا ما عنديش، لان انا بفرخ الزغلول وبجيبه من اول يوم لاخر يوم، وطبعا بفرز كتير وبدبح كتير، اللي ما بيعجبنيش بدبحه، اللي ما يعجبنيش بدبحه، والحمام اللي يكبر وما يعجبنيش برضه في شغله بخرجه هنا في السطح كده. حمامة رجلها مكسورة، حمامة رجلها بتوجعها، حمامة بتبيض بيضة واحدة، بتبيض بيض فارغ، كله بيخرج بقى في السطح هنا، يبقى بتاعنا يعني نتعامل مع بعض احنا براحتنا. اما السلكات دي ما بخليش فيها اي حمامة،
بخليش فيها اي حمامه مش شغاله. اللي مش شغاله ملهاش لازمه انها تسكن في السلاكه، السلاكه للحمام الشغال الشغال الشغال. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.